البوادر ديال الخير ان شاء الله كتظهر. بدا كيجر الاستثمارات ديالو للجهه، هما مستعدين، وغادي تكون واحد لا ديليغاسيون يعني كبيره اللي غادي تزور الجهه، وربما لا باش يكون توقيع على مشاريع كبرى. كما قال الوفد، ان ربما تكون زياره ديال الحكومه، وفد حكومي رسمي، اللي تكون مشاريع ديال الجهه ضمن هذاك البرنامج ديال الوفد الحكومي. نتمنى ان شاء الله، لان هذا اللي غادي يقدر يشغلنا واحد العدد ديال العمل عمل كبيره، والمشروع غادي يكون ان شاء الله جاهز في الوقت ديالو، والمستثمرين الان بداوا ان شاء الله يتجهوا الوجهه ديالهم نحو هذا الميناء هذا الكبير، واللي غادي يكون عليه واحد التاثير ايجابي لا على جميع الاقاليم، ولا سيما اخلي من ناظر الدريوش، وغادي يكون على جميع باقي الاقاليم ديال الجهه، لانه هو ميناء ليس ميناء مدينه، وانما ميناء ديال الجهه كلها، وميناء على الصعيد الوطني. الاستثمارات اللي تم التوقيع عليها كاين في الميدان ديال التكستيل، وكاين هناك النسيج، وهناك ميدان ديال الصناعه ديال الخشب، هناك الصناعه ديال الفلاحيه اللي هنا، وكاين الصناعه ديال الصباغات. يعني كاين سبعه ديال المشاريع اللي اليوم تم التوقيع عليها، واللي كما قلت غادي توفر تقريبا واحد 1500 منصب شغل. وشكرا.